قال يا هاي سيهات القوافي الجديدة لعز وطيب ناس في أرض اليمن أهل الكرم والجود أهل الحديدة ذي ينتقيهم ما يذق طعم الحزن ورجال وقت الحرب صلبة شديدة يواجهوا للخصم ما يخشوا الكفن كم واجهوا خونه وأعداء عديدة من عهد تبع بل وسيف بن ديزن خالص تحياتي تصل في جريدة لعز وطنخ ناس في هذا الزمن لعز وطنخ ناس في هذا قلت يا هاي سيهات القوافي البعيدة ولف بالقيفان في كل الوطن وهات لي روس المعاني الفريدة وامدح بها شاعر محنة قد وزن وابدع بفنه بين وصف الحديدة وقال كلمة حق تبقى للزمن ومعدنه غالي قوافه سديدة والذهب يبقى ذهب حتى لندفن قولك على راسي وعيني كشيدة أنا أشهد أنك صقر يا صقر اليمن وانعم وأكرم به الريم المجيدة أهل الكرم والجود والجار الحسن وأهل التسامح والصفات الحميدة ما عمرهم هان ولا فيهم مهن أنا أشهد أنك حر وعزومك شديدة سلام لك مني يصل من ريال طن وسلامتكم